إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. شوفوا معايا المظهر، المشاهد وهاد الأزبال المرمية هنا في هذا المكان وسط حي القدس وبجانب السكان امام الابواب ديال السكان وسط استغراب الساكنه. فتلقيت العديد من اتصالات على هذا المشكل، مشكل ديال الازبال المرميه في هذا المكان. فمنظر غريب ومشهد صادم لهذا المشكل، مشكل الازبال. يعني اينما حليت وارتحلت تجد يا إما جبال يا إما أكياس يا إما العديد من متلاشيات البناء مرمية وسط الأزقة والشوارع، والصورة توضح كلامي. لاحظوا معايا هذا المنظر الغريب وهذا المشهد الصادم لهذا الأزبال، أكياس بلاستيكية، العجلات، بقايا البناء، متلاشيات البناء. فمنظر غريب صراحة، بقاو نشوفوا بحال هذه الأشياء وسط الحي، قلب من قلب وسط حي القدس. شوفوا معايا هذا المظهر وهذا المشهد الغريب، وها الصورة توضح ذلك. فها السكان، يعني أمطار قليلة على السكان باش الصورة توضح لكم أكثر. شوفوا معايا السكان وها الأزبال، يعني أمطار قليلة فقط تفصل هذه الازبال عن ابواب الساكنه. يعني عيب وحشومه نبقاو نشوفوا بحال المناظر التي تسيء الى سمعه مدننا والى وطننا الجميل. فهذا المكان مكان رئيسي وكيمروا منه العديد من العائلات والزوار الكرام والتلمذات والوليدات كيمشيو للمدرسه. فمن العيب والعار على الصباح يتموا غادا يقراو يشموا هذه الروائح الكريهه اللي كتنبعث من هذا المكان. فروائح فعلا جد كريهه كتنبعث من هذا المكان. دائما مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير ومساء النور في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. نقول لكم هذا المشهد الصادم، أكياس بلاستيكية، أكياس زجاجية، عجلات، بقايا البناء، متلاشية البناء مرمية وسط حي القدس في منظر غريب وفي مشهد غريب. روائح كريهة تنبعث أيضا من هذا المكان. هذه الروائح تضر بالساكنة وتضر بالزوار الكرام. فغنعود نكررها، فمن العيب والعار نبقاو نشوفوا بحال هذه المشاهد وسط الأحياء ديالنا وسط المدن ديالنا، لأنها ما كتزيدنا حتى شي إضافة، بالعكس كتشوه السمعة ديال الحي ديالنا وديال المدن ديالنا وديال الوطن ديالنا الجميل والرائع. مرة أخرى مساء الخير ومساء النور لكل مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. هذه الأزبال الكارثية، هذا المشهد الكارثي. فكما ذكرت سالفا العديد من الأحياء والعديد من الأزقة كتلقى فيها بقايا الأزبال المرمية دون حسيب ورقيب، والصورة توضح كلامي. شوفوا معايا صورة واضحة
إذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، ما بقى لي إلا نودعكم. كنتم معي في هذا النقل المباشر مباشرة من بن سيمان، وبالضبط من قلب حي القدس. شفتوا معي هذا المشهد الصادم، الكثير من الأزبال والكثير من بقايا البناء ومتلاشيات البناء مرمية في هذا المكان. بالضبط إقامة جميلة، حي القدس إقامة جميلة، أزبال كثيرة، أكياس بلاستيكية، أكياس زجاجية، متلاشيات البناء، عجلات، كل شيء مرمي أمام أبواب الساكنة في مشهد صادم وفي منظر غريب، وروائح كريهة وكريهة جدا تنبعث من هذا المكان. الصورة واضحة، ما بقى لي إلا نودعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مشاهدي قناة شوف تيفي. نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله.